وانا متاكد علي 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 اسالك الان يلا عشان من افضل حارس عبد الرحمن ترى انا انظلم علي ما سمعت طيب من افضل حارس طيب خليني اقول سعودي طيب خليني اقول لك جاوب بعدين انتقل شوف عبد الله المعيوف نجم ما في احد يقدر يشك في امكانياته وانقذ الهلال ممكن لو اي حارس ثاني يلعب في الهلال غير عبد الله المعيوف الهلال راح يعاني لكن اني انا عشان انا اكون انا كمدرب كمجموعه وامر صحي لهم بعد ما تاهل الى كاس عالم اجيب لاعب وطلع اللاعب الاساسي من المجموعه طب طلعت بريك وطلعت غريب وجبت ناس ثاني لا ما طلع ما كانوا يلعبون بشكل اساسي في التصفيات يا كم يلعب في التصفيات من اللي ما بشكل اساسي طيب خليني محمد بريك ما يلعب بشكل اساسي لا ما يلعب بشكل اساسي كانت مقسومه المباريات ما بينه وبين سلطان الغنا يعني ما يلعب بشكل اساسي عبد سلطان الغنا طيب ما يلعب بشكل اساسي طيب بنفس المبدا حقك بس المباريات اللي كانت حساسه للمنتخب والمهمه كلها قاعد يشارك فيها سلطان لو تجي ترجع للمباريات ما بين سلطان ومحمد البريك في احد فاهم كوره يقول محمد البريك ما ينضم للمنتخب فنيا شوف فني ما مو بجالس يلعب مع الهلال نار دا افهم مني ومن لا والله هو افهم منه والله لا والله لا والله هو افهم منه اكيد يعني يفهم واحد مصر كاس العالم واحسن مدرب رقميه يا عبد الرحمن مدرب كبير جدا لكن اذا قال ان البريك مو بظاهر مو بظاهر جيد فهو ما يفهم كوره اجل انا بقول وانقلوا عن عبد الرحمن ابو عود رينارد مو بفهم مني اذا لا ما تنقلها كذا جزء اذا يرى انه محمد البريك ما هو بظاهر جيد يستحق انه يروح كاس العالم فهو ما يفهم طيب.